اذا الان رح نبني احنا 3 فيز سيركت. هلا تذكروني، تذكر مره ثانيه ال 3 فيز ايش سمينا 3 فيزز؟ سميناهم ار واس وتي. ها والزاويه قديش منهم؟ 120 درجه. وار ليدنج اس، واس ليدنج تي، وتي ليدنج ار. اذا بينهم 120 درجه. خلينا اول شيء نبني هلا 3 فيز سيستم، وبعدين رح نحكي عن الار ماينس تي والار ماينس اس. متذكرين انه حكينا عن الفول فيز ريكتيفاير، ال 6 3 فيز ريكتيفاير. هلا حاولوا فكروا قبل ما نوصل هاي عشان نتاكد انه شغلنا مظبوط اللي كنا نحكي فيه، انه الزاويه قديش الزاويه. اذا خلينا اول شيء احط الباور جي او اي مره ثانيه. هي الباور جي او اي جاهز من البدايه قبل ما نعمل اي شيء. خلينا ناخذ السورس، احنا بدنا 3 فيز سورسز، فرح ناخذ واحد. وممكن هلا تعمل تنسخه اذا حبيت، كنترول سي كنترول في، بعمل كوبي اند بيست، بتعمل ونسحبه، نسحب هذا، صاروا الدنيا هون جنب بعض، نحط هذول الثلاثه. اذا هذا خليني اسمي شيء اسهل من هيك عشان يكون اوضح. اذا راح اسمي هذا ار، راح اسمي هذا اس، والاخير راح اسميه تي. خليني اسحب هذا جنبه، نسوي جنب بعض. هلا بطلع شكل الخط الرفيع اللي ببين. هلا اخر شيء نعمل كوبي بيست، اسحب هذا هون، وهذا راح نسميه هي. صار عندي هلا هذول الثلاثه جاهزين. انا شو لازم اول شيء؟ خلينا الفولتج، خلينا نقول انه احنا بدنا نمثل السيستم اللي موجود عندنا هون، اللي هو رح نفرض انه السنجل فيز هو 220 فولت ار ام اس. اذا كان 220 فولت ار ام اس ايش رح يكون البيك تبعه؟ مضروبه جذر الاثنين. تمام، اذا 220 مضروبه بجذر الاثنين بتعطيني 311. خلينا نقول 310. اذا رح نعمل البيك تبع هذا الفولتج 310، هذا اول شيء رح نحط له 310، لانه احنا عم نقول انه هو الار ام اس تبعه 220، لكن البيك تبعه 310 سنجل فيز. راح اخلي الار زاويتها زيرو، وراح ارجع هذه ل 50 لانه الكهرباء عندنا هون 50. السامبل تايم، خلينا نعمل السامبل تايم زي ما عملناها هناك. راح نعمل 1 مايكرو سكند. اذا هو ديسكريت كان عم بشغل السيستم يصير ديسكريت ويعمل سامبل 1 سامبل افري مايكرو سكند. اذا هي اول واحد. الثاني بدنا نعمل نفس الشيء فيه، ناخذ هذا 310 نعمله لانه برضه كمان فيز، لكن هون الزاويه ايش احط الزاويه؟ 120 ولا ناقص 120؟ ناقص 120 عشان اتاكد لي انه هو لاقي. لو حطيت 120 رح يكون لي، رح احط ناقص 120، رح اخلي الفريكونسي هذه 50، ورح نعمل نفس الشيء السامبل تايم 1 مايكرو سكند. لو كان الفريكونسي غير ما بصير، ما بصير، ما بصير. او على الاقل في الكهرباء او هذا ما بصير. هلا في الكوميونيكيشن سيستم جماعه الاتصالات ممكن يفرضوا فريكونسي، بس احنا ما بنصوت فريكونسي. كل شغلنا 50 هرتز، كل الشبكه الوطنيه من هون والبلاد اللي احنا بنزودها واللي بناخذ منها مش عارفين الشبكه الوطنيه موصوله اصلا بتوصل لتركيا ولعنا، وحتى في كمان شبكه مع مصر. فبصير الجريد كلها ستيبل، الضخم جدا وبصير مور ستيبل، وبصير احنا بفترات الذروه ممكن احنا نزودها او هو يزودونا في اعدادها. هاي كلها قديش الفريكونسي تبعتها؟ 50 هرتز، ما بتختلف عن 50 هرتز. اذا عندي هون صار 50 هرتز، وبعدين نيجي هلا على اخر وحده 10. هلا هون ايش لازم تكون؟ هلا بتقدر تحط 120 بلس اذا بدك، او تحط ناقص 240. انا بفضل احط ناقص 240 حتى اكد لنفسي انه هي متاخره 120 عن ار، بس هي متقدمه على ار 120، عفوا متاخره 240 عن ار، او متاخره عن اس 120. بنسوي هذه 50 هرتز من هون، والسامبل تايم نعملها 0.00001 اللي هو 1 مايكرو سكند. إذا هذول جاهزين السورسز الثلاثة، خلينا ناخذ جراوند، فبناخذ هون إليمنت، شوفكم هون بشبك الإس، حتى تشبكوا اللي عم بشبك أنا عم بكبس كنترول، أنتم ما بتشوفهم عندكم، بدك تشبك كنترول حتى تاخذ من نقطة، فبنرد بنشبك كمان بكبس كنترول. وبعدين بسحب النقطة الأخيرة. حتى لو ليش طلع هيك معي؟ هيك أرتب لا والله مش أرتب. هاي أوكي؟ ماشي، هي صار عندي 3 فيز سورس. هلا هون شبكته، هاي بنسميها ستار بوينت. هلا لو حبيت ترسمه أنت، إذا بدك ترسمه زي ال هذا بصير كمان ترسمه، إذا بدك ترسمه زي ستار ما بعرف شو. إذا هدول خليني أرفع هذا شوي عشان أقدر آخذ منه، وأرفع هذا كمان شوي عشان أقدر آخذ منه، هدول صاروا جاهزين. هلا خلينا أول شيء نعمله بدنا نراقب هذا الفولتج.
تحطهم ب راح تحطهم ب resistive load 3 phase resistive load راح اخذ نفس الشيء هون elements راح اخذ اول element parallel series RLC branch راح ناخذ هذا وخليها تحوله ل R راح احوله هون بس ل R load resistive load راح نحطه هون مثلا خلينا نقول اشحط ميته نعمل اوكي هلا صار عندي هذا جاهز خلينا الفه ب 90 درجه format روتيت بلوك بلوك وايز او كاونتر بلوك وايز اذا هذا عندي هون جاهز بلوك هاي او بلوك راح ننسخه نعمل له بيست اسحب هذا البلوك خلينا اغير اسمه نسميه ار 1 هذا راح نسميه ار 2 ستار بوينت تبعت هذول كمان وبعدين رح ناخذ هذا اللود ممكن نقيس الكرنت نقيس الكرنت بعدين خلينا هلا نشوفها لان في شغله اول شيء حابب اشوف اللاين فولتج والفيز فولتج نتاكد اذا عندي هلا هذا السيستم هي هون انا وصلت على 3 فيز لود ريزيستيف لود ستار بوينت رسمت اخذت الار والاس والتي وشبكناهم على 3 ريزيسترز R1 R2 R3 star خلينا اول شيء بدي اخذ السولوسكوب واشوف انه هل فعلا ايش العلاقه لازم تكون بين R و R minus S اول شيء R شو بنسميها احنا؟ R هذا الفولتج هون ايش هذا الفولتج؟ لاين فولتج فيز فولتج وين اللاين فولتج؟ هذا إذا بين الفيز والفيز هو عبارة عن لاين فولتج بين الفيز والنيوترال أو ستار بوينت هو فيز فولتج واللاين فولتج اللي هو بين الفيز والفيز هو لاين فولتج إذا خلينا ناخذ أوسيلوسكوب وبدنا كمان إيش بدنا غير الأوسيلوسكوب؟ فولتج ميجر بدنا فولتج ميجر تمام إذا خلينا ناخذ هذا السكوب هون وبعدين رح نعمله الآن رح آخذ ميجرمنت رح أرجع على السيم باور راح ناخذ فولتج ميجرمنت هلا خلينا نطلع على الاوسيلوسكوب هون وخلينا نحط مالتيبلكسر زي ما عملنا المره الماضيه مالتيبلكسر عشان نقدر نعملهم اوفرلاي على بعضهم البعض فكومنلي يوز بلوكس في مالتيبلكسر هون اذا بدي ازيد على الانبوتس على المالتيبلكسر شو بعمل؟ نقدر نزيد على الانبوتس هون خلينا ناخذ ثلاثه فراح ناخذ ار واس وتي اول شيء بتاكد انه ار واس وتي ايش لازم يكونوا 120 120 120 مش هيك اذا ناخذ هذا ار واس وتي هذا راح احطه على الاوسيلوسكوب من هون بعدين بدي 3 فولتج ميجرمنتس هاي فولتج ميجرمنتس الثاني خلينا بعد شوي والفولتج ميجرمنت الثالث راح احطه هلا هدول الفولتج ميجرمنت اذا انا بدي اقيس الفيز فولتج هدول ار واس وتي لازم الكومن تبع هدول وين يكون كله؟ على الجراند اذا راح اخذ من الجراند من هون النقط الثلاثه راح اخذ من هون الكومن هذا اي واحد وبعدين راح ناخذ راح
اوكي. هلا الفولتجز نفسهم راح يدخلوا راح يكونوا هي ار مش هذا ار نفسهم بقدر اخذه من هون او من هون هي دي ار بعدين عندي هون اس واحد عندي هون تي انا بقشط الخطوط لما يجوا فوق بعض هيك ليش؟ طب بتلخبط ما في خطر خطر من اللخبط حتى هو هيك يمكن تجيب طريقه اكثر شوي من هيك بس انا هذا رح اخليه هيك هلا اذا صار عندي اه واس وتي مش ممكن على 3 فولتج ميجرمنت فولتج ميجرمنت 1 و 2 و 0 فرح ناخذ المدل على الثلاث شانلز هي اول واحد هي ثاني واحد هي ثالث واحد هلا رح اجرب شيء ما بعرف اذا بزبط معي بدي احاول عشان اميز هدول لما ينعمل لهم بلوتينج على الاوسيلوسكوب بدي احاول اسمي هدول هلا هاي اظن انت كان بنسميها تكبس عليها شو بتعمل دبل كليك عليها حسميها فيها هاي مثلا هلا ما بعرف اذا هذا رح يبين معنا رح يبين معنا على الاوسيلوسكوب ولا لا بس انا طالعين هون نعمل ليبل اسمه ليبل بي تي اوكي هلا هيك احنا جاهزين خلينا عشان نعمل ران معي رح اعمل عملناها احنا مره اوريدي هاي جاهزين اوكي هيك جاهزين نعمل ران شو المفروض اشوف المفروض اشوف 3 فولتجز فيز فولتجز هدول فيز فولتجز لازم اشوف بينهم 120 درجه بين الواحد والثاني هلا نعمل ران هاي هون المشكله بتاخذ بس 5000 بوينت احنا عم ناخذ 1 مايكرو سكند 1 مايكرو سكند ما راح يعطيني كفايه فبلغي هاي وهلا بنقول نعمل راد مره ثانيه عشان نعمل جنريشن للبوينتس ناخذ هلا هلا هون اللي ما عملوش ما اعطاني اسماء لو ندخلهم شانل شانل كان اعطاني اسماء خلينا نشوف اذا في ليجند هون تفرجيني الالوان شو معناها قول لي في البوينتس وين؟ الماكسيموم اللي هو السيجنال الجمع على السيجنالز ملتي بيكسل عفوا عن الصوت الماكس يمكن في هناك في الماكس في الملتي بيكسل طيب خلينا نشوف خلينا اول شيء نتاكد انه عندي 120 درجة بينهم فبنطلع هون راح تطلع انه عندي هي لو اخذت مثلا هذا هون هي بعده بيجي هذا اللون وبعده بيجي هذا اللون بعدين بتتكرر فواضح انه عندي 120 درجة بينهم بس احنا نتأكد انه R leading خلينا نشوف الماكس بيكسل اذا بقدر اتأكد من R ومن S display option لا ما في بنفكر انه يعطيني خليني اعمل هدول على كل حال اذا بدنا نتأكد بامكان نحول هذا ل 3 axis scope وقتها بقدر اعرف كل واحد منهم الداخل الطريقة اللي بعملها بلغي هذا الماكس بيكسل بلغي هذا المون بحول هذا السكوب ل 3 شانلز كيف بحول ل 3 شانلز؟ من هون بدخل 3 اكسس هلا بشبك كل واحد من هدول مع كل واحد لحال صحيح اصعب بصير اني اشوف ال 120 درجه بس وقتها بقدر اتاكد الى حد ما بقدر اتاكد مين اللي دي بنعمل بعد مره ثانيه هلا انا بعرف انه اعلى واحد هو ار، اذا بتطلع هون رح تشوفوا هي هي ار بعد 120 درجه مين بيجي؟ اس وبعد 120 درجه مين بيجي؟ تي ولاحظوا انه تي ليدنج ار لانه ار بعده اجى كمان 120 درجه بعد 120 120 120 360 درجه طيب بالنسبه للبيك قديش البيك عندي هون؟ 310 بس الار ام اس هون 220 220 لانه بقسم 310 على 3 خلينا نشوف هلا اخر شيء الشيء الثاني بدنا نتاكد منه، شو قلنا العلاقه كانت بين ار وار ماينس اس وار ماينس تي، بين اللاين فولتج والفيز فولتج. 30 كان في بالانجل 30 درجه، اذا ار ماينس اس كانت ليدنج ار باي 30 ديجريز، المفروض هيك تكون، وار ماينس تي كانت لاجنج ار باي 30 ديجريز، وهذا بدنا نتاكد منه بالفيزر دايجرام، تتذكروا رسمنا الفيزر دايجرام المره الماضيه، اذا خلينا نتاكد منها، اذا الان راح القي انا الميجرمنت تبعت اس لا انا لغيت الان رح الغي الميجرمنت تبعت اس رح اشيل اس عن هون
وراح اشيل تي لانه خلص انا ما بدي اقول تي واس، انا بدي اركز الان على ار وار ماينس تي وار ماينس اس. كيف راح اقيس ار ماينس تي الان على الفولتج مثلا هذا الموجود هون؟ ايش لازم اعمل؟ مش من تمام، اذا بفك هذه من هون لاني ما راح اخذها بالنسبه للجراوند مضبوط، بدي افك كمان هذا اللي من هون الجراوند. هلا راح اخذ المدخل تبع فولتج ميجرمنت 1 ايش راح يكون اذا بده يكون هو ار ماينس اس؟ ار وين راح احطه؟ على البوزيتيف، واس راح احطه النيجاتيف عشان يكون ار ماينس اس، لانه لو حطيت الاس على البوزيتيف راح تكون اس ماينس ار. اذا راح اخذ ار من هون ممكن اخذها من هون لانه هذه ار وراح ادخلها على البوزيتيف، واس راح اخذها من هون وادخلها على النيجاتيف. نعم؟ انا بدي اقيس ار ماينس اس، ار ماينس اس، فبدي ار ماينس اس عشان اشوف ار ماينس اس لازم ادخل الار على البوزيتيف تبع الفولتج ميجرمنت والاس على النيجاتيف، والا اذا عكست راح يقيس عندي اس ماينس ار اللي هو 180 درجه او شيء بكون معكوس 180 درجه. وكمان بدي اقيس هون ار ماينس تي ماينس ار، عفوا ار ماينس تي، فباخذ كمان ار من هون بحطها وبعدين بدي اخذ تي، تي هي موجوده هون مش هيك؟ بنسحب تي هون هيك بتصير هذه عندي هون ار ماينس تي، بس كمان بدنا نرتب هاي شوي خلينا ننزلها ماشي الحال هيك واضحه. وهلا هذا هاي رح تصير هلا هون هاي رح تصير ار ماينس بس، وهذا رح تصير ار ماينس تي، وهذيك رح تضل غلط. اول شيء بالنسبه للماجنتيود شو لازم نشوف؟ الماجنتيود مين اكبر راح يكون؟ ار ماينس اس، وار ماينس تي راح يكون اكبر من مين؟ من مين؟ من ار. بمقدار قديش؟ الجذر الثلاثة، جذر الثلاثة تمام ممتاز اوكي. والزاوية لازم تكون بينهم 30 درجة 30 درجة، هيك ما يبينش معنى الزاوية بسهولة. خلينا نشوف لأنه احنا كنا حابين يطلعوا على نفس الاكسس. نعمل ران. إذا خلينا أول شيء نعمل هون فوتو سكيل. خلينا أول شيء نتأكد من الماجنتيود. قديش هذا هون البيك تبعه؟ 30 مش متاكد انه بقدر اعمل هيك تقريبا 310 او 310 البيك مش الار ام اس، اللي هو الار ام اس بيكون 220. طيب لو رجعنا اجينا اطلعنا على هذا مثلا خلينا نشوف هذا تقريبا 500 وشيء مضبوط 540 535. اذا هذا لو قسمته الان خمس هذا بيك طبعا بدي اقسمه على جذر الاثنين عشان ايش اطلع؟ الار ام اس، الار ام اس تبعه. اذا لو قلنا تقريبا هو 540 على جذر الثلاثة، عفوا على جذر الاثنين 540 على جذر الاثنين 300 طبعا 380. لو انت رحت الان على تاخذ 3 فيز سبلاي في مصنع راح اقول لك بين الفيز والفيز 380 فولت ار ام اس. طيب الشيء الثاني بدنا نتاكد منه ايش المفروض يكون؟ طبعا هذا كمان نفس الشيء لازم يكون نفس الشيء، هذا بيكون حوالي 540 لانه برضه هذا هو في لاين فولتج مش فيز فولتج. هذا فيز فولتج، هذا في ار ماينس تي، وهذا في ار ماينس اس، وهذا في ار لحالها او ار للموتور. الشيء الثاني لازم نتاكد منه انه ايش؟ الزوايا. نعمل اوتو سكيل لهم كلهم. اذا لو جينا اطلعنا على الزاويه مين اللي لازم يكون ليدنج باي 30 ديجريز؟ ليدنج ار باي 30 ديجريز. ار ماينس اس. فعلا ار ماينس اس بدا قبله، احنا صعب نشوفهم هون بس يمكن اسهل نشوفهم هون. طلعوا هاي النقطه هي الزيرو تبع الار، لكن الار ماينس اس بدا قبله بفتره مش هيك؟ وكمان نفس الشيء بنطلع على ار ماينس تي، ار ماينس تي متاخر ب 30 درجه عن ار. اذا هذا بياكد الفيزر دايجرام، متذكرين الفيزر دايجرام كيف رسمناه؟ لما بدي اخذ ار ماينس اس شو بعمل باس؟ بنعكس بعكس اس تمام؟ وبعدين بكمل الفيزرز كاني بكمل فيكتورز. الريزلت تبع الفيزرز كانه الريزلت تبع الفيكتورز بيطلع معي 30 درجه، ار ماينس اس ليدنج 30 درجه لار، وار ماينس تي لاجنج 30 درجه لار. واللاجنج واضحه هي هون، هاي القطعه الصغيره هون بتبين لي انه هذا لاجنج ار، هاي القطعه الصغيره اللي موجوده هون بتبين لي انه ار ماينس اس ليدنج ار، والماجنتيود تتاكد منه. اذا تاكدنا الان احنا من 3 فيز سيركت او 3 فيز سيستم. في اسئله عن هاي؟